بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم هنبدأ إن شاء الله لقاءنا في اللي هو الوحدة الثالثة. قبل ما نبدأ، هل عنده أي سؤال أي استفسار بالنسبة للقاء الماضي؟ طيب، إذن اليوم اللي هو لقاءنا حيتحدث عن عناصر السلوك الجماعي. عناصر السلوك الجماعي اللي هي الوحدة الثالثة طبعا. أول شيء بالوحدة الثالثة جماعات العمل، القيادة، الصراع التنظيمي، اتخاذ القرارات. أعيد كمان مرة، عناصر السلوك الجماعي داخل منظمة، جماعات العمل، القيادة، الصراع التنظيمي، اتخاذ القرارات. أول شيء راح أبدأ أتحدث عن جماعات العمل. إن شاء الله اليوم في لقاء راح نغطي جماعات العمل والقيادة. جماعات العمل راح أتحدث عن مفهوم الجماعة، خصائص الجماعة، أنواع الجماعات، أسباب تكوين الجماعات غير الرسمية، مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية للتنظيم، العوامل المؤثرة على خضوع الفرد لمعايير الجماعة غير الرسمية. أولا فيما يخص مفهوم الجماعة، طبعا تعتبر الجماعات هي المكون الأساسي لدراسة السلوك التنظيمي. أي سلوك تنظيمي حتى نتعرف عليه وحتى المنظمة تتعرف عليه، إذا لابد أن تدرس أو تقوم بدراسة هذه الجماعات، وهي المكون الأساسي لأنها لهذا السلوك. طيب، ممكن نعرف الجماعة على أنها مجموعة من الأفراد تربطهم طبعا علاقات، يمكن ملاحظتها أو يمكن التعرف عليها أو يمكن معرفة أهدافها لهذه الجماعة. يعني هي نقول مجموعة من الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص قد يكون 2 3 4 بغض النظر، مجموعة وبينهم ارتباط أو تعارف أو علاقات، وهذه العلاقات قائمة على أهداف معينة. ممكن نقول عنها مجموعة من 2 أو أكثر يتفاعلوا بحرية وبينهم أهداف ومعايير جماعية، وقد يكون لهم هوية مشتركة. هؤلاء من هم؟ الجماعة. والجماعة هي عبارة عن وحدة اجتماعية صغيرة نسبيا، تتكون من مجموعة من الأفراد، وهذه المجموعة من الأفراد بينهم تفاعل، وهذا التفاعل مبني لتحقيق هدف مشترك. إذا ممكن يقول عنها وحدة اجتماعية صغيرة أو قليلة أو أقلية، ممكن، وممكن يقول عنها مجرد أكثر من 2 أو شخصين أو أكثر، برضو هذا يقول عنها مجموعة. ولكن بالمحصلة دائما جماعات العمل أو المجموعات أو الجماعات في العمل يكون في لها أهداف، يكون لها فنقول تطلعات، يكون في لها معايير معينة متفق عليها. هذه هي الجماعات. خصائصها لهذه الجماعات تعتبر أو يعتبر عدد أفراد الجماعة محدود، هذه من أول خاصية. عادة نقول لك دائما أفراد الجماعة عددهم إيش؟ محدود بشكل نسبي. يوجد لأفراد الجماعة أهداف مشتركة؟ نعم، هذه الخاصية الثانية. دائما من خصائص الجماعة
أن لها أهداف مشتركة، وهذه الأهداف اللي هي تحدد من خلالها استراتيجيتها وخططها، أو بناء عليها تحدد خلينا نقول طموحاتها. من خصائصها كذلك الجماعة، يؤدي الأفراد وظائف مختلفة لتحقيق هذه الأهداف. عادة نعم يقوموا في مجموعة من الوظائف أو مجموعة من الأعمال والنشاطات حتى يوصلوا بالنهاية إلى هذه الأهداف. عادة يتفاعل أفراد مع بعضهم لتحقيق الأهداف المشتركة. كما أن من خصائص الجماعة، تقوم الجماعة على تطوير أسس ومعايير تنظم وتضبط سلوك الأفراد في الجماعة. إذن تقوم الجماعة على تطوير أسس أو مجموعة من الأسس والمعايير التي تنظم وتضبط سلوك أفراد الجماعة. هذه الخصائص. إذن نلخص خصائص الجماعة: عدد محدود، أفراد الجماعة لهم أهداف مشتركة، أفراد الجماعة لها أو يؤدي أفراد الجماعة مجموعة من الوظائف اللي توصلهم بالنهاية للأهداف، يتفاعل مع بعضهم البعض أفراد الجماعة لتحقيق أهداف الجماعة، تقوم الجماعة على تطوير أسس ومعايير تنظم وتضبط اللي هي سلوك الأفراد. هذه كلها من خصائص الجماعة. طيب، أنواع الجماعات. أنواع الجماعات، من الصعوبة طبعا حصر أسباب تكوين نشوء كثير من الجماعات، إلا أنه يمكن أن نميز بينها. شوف مع العلم، أعيد كمان مرة، لا يمكن في بعض الحالات طبعا لا يمكن أن نحصر سبب تكوين هذه الجماعة، إلا أنها ممكن أن نميزها، يمكن أن نصنفها. من أنواع الجماعات: المجموعات الوظيفية، فرق العمل، فرق الميول والصداقة، اللجان، الجماعات غير الرسمية، وجماعات الضغط. هذه كلها تعتبر من ضمن أنواع الجماعات. المجموعات الوظيفية، هذه المجموعات اللي تنشأ بقرار من سلطة رسمية في المنظمة. والمجموعة الوظيفية هي عبارة عن وحدة التي تكون في مجموعها الهيكل الرسمي، يعني نقول ضمن الهيكل الرسمي للمنظمة باختصار، تنشأ بقرار من ضمن المنظمة وتكون ضمن الهيكل الرسمي للمنظمة. طيب، فرق العمل النوع الثاني منها، يعود تكوين فرق العمل من أجل إنجاز مهمة معينة أو مهمة محددة، وعند الانتهاء من تحقيق هذه المهمة تزول هذه الفرق وتتلاشى. يعني تتكون فرق العمل لإنجاز مهمة معينة، انتهت هذه المهمة، انتهت هذه فرق العمل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، فرق الميول والصداقة. يتكون طبعا هذا النوع في العمل اللي نسميه فرق الصداقة والميول، من الجماعات اللي عندها خلينا نقول بعض الميول المشتركة أو بعض الأهداف المشتركة التي تنشأ بينهم أو نشأت بينهم كمجموعة من الأشخاص أو الأفراد، ويرتبطون باهتمامات ومعتقدات ونشاطات معينة اللي احنا نقول عنها بصراحة اللي بعض الأشخاص أو بعض الأفراد اللي عندهم خلينا نقول زي تشابه بالأفكار، قريبين من أفكارهم أو أفكارهم قريبة من بعض،
فيصير في بينهم نوع من الصداقة أو نوع من الميول مع بعض، فبنسميهم هؤلاء فرق الميول والصداقة. في كذلك نوع آخر أربعة اللي هو اللجان. هذه اللجان تتشكل أو خلينا نقول هي مجموعة من الجماعات من فرق العمل التي تتشكل بشكل مؤقت عادة لدراسة حالة معينة أو بعض الحالات المعينة في العمل، مثل خلينا نقول لجنة المشتريات، لجنة التعيين، لجنة الاستقطاب، لجنة كذا. هذه لجان، هي نوع من أنواع جماعات. نعم، هذا تسمى كذلك اللجان نوع من أنواع جماعات العمل، ويتم تشكيلها لإنجاز مهمة معينة. الجماعات غير الرسمية هي جماعات التي تنشأ بطريقة عفوية بين الأفراد وتربطهم مصالح مشتركة، فبنسميها جماعات غير رسمية. يعني خلينا نقول في مصلحة معينة بينهم، ونتيجة هذه المصلحة يصير في علاقات معينة، وفي الأغلب هذه برضو نفس الشيء تزول عند انتهاء المصلحة. هذه الجماعات، في جماعات الضغط، تنشأ هذه الجماعات من أجل تطوير وتحسين أوضاع الأفراد المنتسبين إليها، مثل تحسين شروط الاستخدام وظروف العمل، يعني حتى تتكون هذه الجماعات حتى تطور شيء معين أو لتطور شيء معين أو لتحسن أوضاع الأفراد، فبيسموها جماعات الضغط. زي خنشبهها مثلا زي جمعية حماية المستهلك أو جمعية حماية، هذه الجماعات هي اللي هي تمثل وسيلة ضغط خنقول على الشركات أو المؤسسات. نفس الشيء في مجموعة بعض الأشخاص أو بعض الجماعات يكونوا مجموعات في داخل بيئة العمل حتى يمارسوا نوع من الضغوط على المنظمة لتحسين أوضاع العاملين في داخل المنظمة. إذا هذه ست أنواع من أنواع الجماعات اللي هي زي ما قلنا المجموعات الوظيفية، فرق العمل، فرق الميول والصداقة، اللجان، الجماعات غير الرسمية، وجماعات الضغط. ما هي أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية؟ أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية. من المعروف أن الأفراد لديهم حاجات مختلفة، سواء كانت هذه الحاجات أساسية أو فسيولوجية أو اجتماعية أو نفسية، وتعتبر هذه الحاجات هي عبارة عن المحرك والدافع الأساسي للأفراد في تكوين جماعات غير رسمية. منها الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى الأمن، التقدير، الحاجة إلى تأكيد الذات، المساعدة والمساندة الجماعية، الحصول على المعلومات، أسباب ثانوية إلى آخره. هذه كلها تعتبر من ضمن الأسباب التي تدفع لتكوين جماعات عمل غير رسمية. في بعض الأشخاص يكون عندهم حب الانتماء لهذه المجموعة أو لهذه الجماعة أو لهذه الجماعات، أو عندهم انتماء مثلا أن يكونوا مجموعات من العمل. بعضهم عندهم الحاجة إلى الأمن، بعضهم يشعر بالأمن أو الأمان إذا كان ضمن مجموعات معينة، أما إذا لم يكن ضمن هذه المجموعات فيشعر بنفسه بعدم الأمان. قد
تدفع هذا أو يدفع هذا الشعور إلى إيش؟ إلى الانتماء هذه الجماعة. الحاجة إلى التقدير، البعض منهم يشعر إذا كان ضمن مجموعات معينة يشعر بتقدير أكبر أو احترام وتقدير أكبر من إنه هو لما يكون فرد منعزل أو فرد لا ينتمي لأي جماعة. المساعدة والمساندة الجماعية، من الأسباب التي تدفع اللي هي موضوع المساعدة والمساندات التي تقدمها جماعات العمل غير الرسمية. في هنالك قد تقدم، خلينا نقول يعني مش شرط تكون مساعدات اللي هو المقصود فيها مساعدات مادية، لا معنوي، أو ممكن تكون هي زي ما قلنا الناطق الرسمي باسم المجموعة والأشخاص، قد تدافع عن بعض الحقوق إلى آخره. الحصول على المعلومات، بعض الجماعات اللي هي قد يكون لديها معلومات وهذه المعلومات تعتبر بالنسبة للفرد العامل معلومات هامة، أي كيفية تسيير الأعمال أو بعض النشاطات التي تتم في داخل بيئة العمل. هذا كله من الأسباب. السبب الأخير اللي هو أسباب ثانوية، مثل العمر أو الجنس أو غيرها، يعني تلاقي في بعض الفئات اللي عمرها متقارب من بعضها البعض في داخل بيئة العمل، تلاقي كلهم قاربين من بعضهم. كذلك في موضوع السيدات والرجال، تلاقي في بعض السيدات تكون أقرب مع بعض من الرجال وهكذا. هذه كلها من أسباب اللي هي تكون الجماعات العمل غير الرسمية. ما هي مدى أهمية تكوين جماعات عمل غير رسمية للتنظيم؟ هل هنالك شيء يعود للمنظمة بشيء إيجابي من تكوين هذه الجماعات غير رسمية؟ يعني يقول لك تعود أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية في التنظيم غير الرسمي إلى ما يلي. أول شيء، تساهم في تحقيق أهداف المنظمة من خلال أو وذلك في حالة حدوث انسجام بينهما. يعني إذا حدث انسجام بين أفراد المجموعة وبين أهداف المنظمة أو أهداف المجموعة مع أهداف المنظمة، نعم تساعد. إذن يمكن أن تساهم، يمكن أن تساهم في حالة وجود انسجام بين المجموعات أو بين أفراد المجموعة مع المنظمة، نعم يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافها. إذن هذه من الأهمية التي تعود على المنظمة في تكوين هذه الجماعات، إنها تساهم في تحقيق أهداف المنظمة. تسهل عملية إنجاز الأعمال والأنشطة داخل بيئة المنظمة أو داخل بيئة العمل، نعم. تعمل على تقديم قنوات اتصال إضافية غير رسمية، يعني ممكن أن يحدث هنالك اتصال بين أفراد المنظمة أو بين أفراد الجماعات، وهذا الاتصال غير رسمي وبنفس الوقت يساعد على إيش؟ على تحقيق المنظمة أهدافها، يعني يمكن أن يستغل في تحقيق أهداف المنظمة لأهدافها. خمسة، تساهم في توسيع قاعدة
نطاق الإشراف. نطاق الإشراف يصير إيش ماله؟ أوسع. المقصود هنا نقصد في نطاق الإشراف اللي هو عدد المرؤوسين، فيصير عددهم أكبر وبإشراف أو بمشرف واحد أو رئيس واحد مثلا، نتيجة اللي هي تكوين جماعات، هذه الجماعات يمكن السيطرة عليها في داخل بيئة العمل. هذه كلها نعتبرها من مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية للتنظيم. طيب، كذلك فيما يخص جماعات العمل، هنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر على خضوع الفرد لمعايير الجماعة غير الرسمية. العوامل المؤثرة على خضوع الفرد لمعايير الجماعة غير الرسمية، أول شيء درجة قوة وترابط بين أعضاء الجماعة. هنالك في قوة وترابط بين أعضاء القناة، بين أعضاء الجماعة. هذا يعتبر من ضمن العوامل المؤثرة. كلما كان في قوة ترابط بين الأعضاء، كلما صار عامل التأثير أقوى. درجة الاتفاق على إيش؟ على المعايير. هل هنالك في اتفاق على هذه المعايير التي تقيس من خلالها الأفراد أو الجماعات مدى تحقيق الأهداف؟ درجة وضوح الواقع الذي ترتكز عليه معايير الجماعة وقواعدها، هذا يعتبر من ضمن العوامل المؤثرة. درجة قوة الثواب والعقاب في حالة أحد الأطراف لم ينفذ أو لم يلتزم، فنقول بالمعايير أو بالأهداف المحددة. درجة إيمان الفرد بقدرة الجماعة على الحكم السليم، هل الفرد الذي يبغى أن يلتزم أو خلينا ينضم لهذه الجماعة هل لديه فنقول اقتناع بأن هذا الحكم سليم وواضح وفي شفافية عالية أم لا؟ المميزات الشخصية للفرد تعتبر ضمن العوامل. موقع الفرد ومكانته داخل إيش؟ الجماعة. إذن هذه كلها سبع نقاط اللي أنا ذكرناها هي من ضمن العوامل التي تؤثر على خضوع الفرد لمعايير الجماعة غير الرسمية. هذا كل شيء بالنسبة للعنصر الأول من عناصر السلوك الجماعي اللي هو قلنا عنه الجماعات أو جماعات العمل. أعيد كمان مرة، تحدثنا عن جماعات العمل، مفهوم جماعات العمل، خصائص الجماعة، أنواع الجماعات، أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية، مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية، العوامل المؤثرة على خضوع الفرد لمعايير جماعة غير رسمية. الحين راح أتحدث عن العنصر الثاني من عناصر السلوك الجماعي اللي هي القيادة. راح نغطي إن شاء الله مفهوم القيادة، مصادر قوة القيادة أو مصادر قوة القائد، أساليب القيادة،
ومن ثم معوقات القيادة. لحد هنا في حدا عنده أي استفسار أي سؤال؟ طيب إذا نبدأ في موضوع القيادة. القيادة هي التأثير في الآخرين وتوجيه جهودهم لتحقيق ما يصبو إليه القائد، ثم المنظمة التي ينتمي إليها. إذا هذا تعريف ممكن أعرفها، نقول عنها على أنها هي التأثير في الآخرين وتوجيه جهودهم حتى يحققوا ما يطمح إليه أو ما يطمح إليه القائد، ومن ثم المنظمة. من وجهة نظر التنظيمية ممكن نقول عن القيادة عبارة عن عملية التأثير على الفرد والجماعة، التأثير على الفرد والجماعة لتوجيههم نحو تحقيق غايات وأهداف المنظمة. ممكن نقول على القيادة إنه عادة تركز على العنصر البشري وترتكز على افتراض إيش هو؟ بأن فاعلية المنظمة تعتمد بشكل رئيسي على حفظ الأفراد العاملين وعلى تضافر جهودهم واستغلال إيش؟ قدراتهم. طيب ممكن نقول عن القيادة إنها عملية التأثير الشخصي بواسطة الاتصال لتحقيق هدف. نعم، إذا هذا تعريف نقول عنها هي التأثير الشخصي بواسطة الاتصال حتى تحقق هدف. ممكن نقول عنها كذلك فن تنسيق الأفراد والجماعات ورفع حالتهم المعنوية للوصول إلى أهداف محددة. ممكن نقول كذلك عن القيادة القدرة على التأثير في الأفراد، قدرة في التأثير على الأفراد لتحقيق المطلوب منهم من خلال عملية الإقناع. هذه كلها تعريف زي ما قلنا للقيادة. القيادة هي تأثير شخصي بواسطة اتصال، نعم. ممكن نقول عنها تنسيق أو فن التنسيق الأفراد والجماعات ورفع حالتهم المعنوية حتى يوصل لأهداف معينة. ممكن نقول كذلك عن القيادة القدرة على التأثير في الأفراد لتحقيق المطلوب منهم خلال عملية الإقناع. كل هذه التعاريف اللي احنا ذكرناها تبين لنا ثلاث عناصر أساسية اللي هي لابد من وجود مجموعة من الأفراد يعملون في تنظيم معين، لابد من وجود قائد قادر على التأثير في سلوكهم، لابد من وجود هدف مشترك. إذا أول شيء لابد من وجود أفراد، وهؤلاء الأفراد يعملوا كلهم ضمن تنظيم معين أو ضمن عملية تنظيمية معينة، وكذلك وجود خلينا نقول قائد قادر على انه ينظم هؤلاء الافراد اللي يعملون كلهم داخل مجموعه معينه ويؤثر عليهم في سلوكهم في توجيههم. واخر شيء من مفهوم القياده نستنتج كذلك انه لابد من وجود هدف، وهذا الهدف مشترك مع كل افراد المجموعه او لكل الافراد داخل المجموعه اللي يشرف عليهم اللي هو القائد. طيب هذا كل ما يخص مفهوم القيادة. مصادر قوة القيادة، في عندنا مجموعة مصادر يرتكز عليها القائد أو يعتمد عليها القائد والتي يستطيع من خلالها ممارسة
القيادة. أول شيء السلطة الشرعية، وهي القوة المستندة أو التي تستند إلى صلاحيات أو الصلاحيات المخولة له. بناء على الصلاحيات التي تمنح لدى القائد، تمنح له مقابلها مجموعة من خلينا نقول اللي هي القوة أو مجموعة من السلطات بناء على الصلاحيات المسندة إليه. رقم 2، سلطة منح المكافأة. هذه القوة عادة يكون مصدرها توقعات الفرد عند قيامه ببعض المهام أو الواجبات، سوف تعود عليه بمجموعة من المنافع المادية أو المعنوية، فنسميها سلطة منح المكافأة. يعني إذا أنا قمت أو قدمت كل مهامي أو كل واجباتي على أكمل وجه، أكيد في النهاية راح أحصل على إيش؟ راح أحصل على هذه المكافأة. إذا لم أقم بأعمالي فأنا راح أخسر إيش؟ هذه المكافأة. القوة الثالثة هي القوة القصرية. أساس هذه القوة هو الخوف، وهي التي ترتبط بتوقعات الفرد من أنه مجرد تقاعسه أو قصوره في تأدية واجباته سوف يعرض للعقاب، العقاب المادي أو العقاب المعنوي، فيسموها هذه القوة القصرية. رقم 4، القوة المبنية على الخبرة. أساس هذه القوة هو المعرفة والمهارة المكتسبة لدى الفرد، حيث ينفرد بهذه الصفة عن غيره من الأفراد. يعني خلينا نقول القائد اللي عنده خبرة في عملية الإدارة والمهارة وكيف نخلي الأشخاص الآخرين وكيف نخلي المرؤوسين أن ينصاعوا لأوامره، فبنسميها هذه اللي هي القوة المبنية على الخبرة. عنده خبرة كيف إنه يستطيع إيش؟ إنه يمارس كل هذه الأعمال. في القوة المبنية على امتلاك مصادر المعلومات، تنتج هذه القوة نظرا لتمتع القائد بصلاحية الوصول إلى مصادر المعلومات ومعرفتهم بالخطط والسياسات التي تعتبر لدورها هام أو يكون لها دور هام وسرية في بعض الأحيان. فنقول عن هذه القوة مبنية على المعلومات، عنده معلومات، وامتلاكه لهذه المعلومات يستطيع من خلالها ممارسة سلطته على الآخرين. يعني يمتلك معلومة بعملية التخطيط والإجراءات والسياسات والبرامج وإلى آخره اللي تمكنه أن يفرض سلطته. رقم 6 من مصادر قوة القيادة هي قوة الإعجاب. هذه القوة يحصل عليها بعض الأفراد عندما يكون لديهم
إعجاب من قبل الآخرين، يعني يعجب بشخصيته، بالكاريزما التي يمتلكها هذا القائد، فينطاع لأوامره. يعني عنده فنقول قوة شخصية معينة، أو عنده شخصية معينة، هذه الشخصية كل الأشخاص أو كل الأفراد الآخرين ينجذبوا إليها. فهنا تمارس أو يمارس من خلالها إيش؟ فنقول فن القيادة أو قوة القيادة. طيب، هذه مصادر قوة. الجزء الآخر في القيادة أساليب القيادة. في هنالك عدة أساليب يستخدمها القادة في القيادة. معلش قبل ما نبدأ في الأساليب بس تعطوني بريك دقيقتين لو سمحتوا، ونرجع نتحدث في أساليب القيادة. معلش. أوكي؟ طيب، إذا نعود إلى أساليب القيادة. في عندنا أول أسلوب اللي هو القيادة الدكتاتورية أو الأوتوقراطية. هذه القيادة المقصود فيها اللي هو إصدار الأوامر من قبل القيادة، وهنا يطلب من المرؤوسين تنفيذ كل هذه القرارات من خلال اللي هي إصدار أوامر وعدم الأخذ بآرائهم، أو خلينا نقول باستخدام زي أسلوب الإكراه والعقاب والتهديد عليهم، فيسموه أسلوب ديكتاتوري أو أوتوقراطي. في النوع الآخر من أساليب القيادة التي تسمى القيادة الديمقراطية أو المشاركة أو التشاركية. يقوم هذا النوع أو هذا الأسلوب من القيادة على إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات التي تخصهم من أعمال، يعني نعطيه أو نفتح له المجال في المبادئ، في تقديم خلينا نقول الرأي، في الإبداع والتقدير لجهودهم، تحفيزهم على زيادة إنتاجيتهم، كل هذا الكلام حتى نرفع من إيش؟ مستواهم. فيسمى هذا أسلوب ديمقراطي أو أسلوب تشاركي في العمل، عكس اللي هو الأسلوب اللي ذكرناه في البداية اللي هو الأسلوب الدكتاتوري أو الأوتوقراطي. في نوع ثالث، قيادة عدم التدخل أو القيادة الحرة. في ظل هذا أو في مثل هذا الأسلوب من القيادة، لا يملك القائد أي سلطة رسمية، وإنما يعطي حرية كاملة للمرؤوسين إنهم هم يحددوا أهدافهم ويتخذوا قراراتهم التي تتعلق بأعمالهم. فيعطى هنا نسميها حرية، أو نسميها قيادة العمل الحر في داخل المنظمة. هذه كلها أنواع من أنواع أو من ضمن أساليب القيادة: القيادة الدكتاتورية أو الأوتوقراطية، القيادة الديمقراطية أو التشاركية، في قيادة عدم التدخل أو القيادة الحرة. طيب، معوقات القيادة المركزية الشديدة، عدم وفرة المعلومات والبيروقراطية، عدم التفويض، التخطيط غير السليم، الوضع التنظيمي غير السليم. هذه كلها من معوقات المركزية الشديدة، اللي هي سنعتبرها انه دائما في بعض القيادات الإدارية تضع كل عملية اتخاذ القرار في يد الإدارة العليا، فنسميها تمركزية. هذه تعيقنا في بعض الحالات، تعيق، يعني لا تعطي حرية لمدير الإنتاج أو مدير كان يقول كذا أو مشرف كذا أن يتخذ قرار، أو العاملين يتخذوا قراراتهم، لا. فمركزية، نسميها مركزية شديدة، هذه تعتبر من ضمن المعوقات، نعم. عدم وفرة معلومات، لا تتوفر المعلومات الكافية أو اللازمة في عملية اتخاذ القرار، وقد تكون المعلومات منقوصة أو خاطئة أو إلى آخره. عدم تفويض السلطة والصلاحيات للأفراد العاملين. البيروقراطية وتعقيد الإجراءات في العمل،
التعقيدات، التخطيط غير الواضح أو غير السليم، الوضع التنظيمي غير الصحيح في الهيكل التنظيمي، وهذا كذلك يعتبر من ضمن معيقات عمليات القيادة. هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرتنا اليوم أو لقائنا اليوم. إن شاء الله بنكمل في اللقاء القادم فيما يخص اللي هو الفصل الثالث أو الوحدة الثالثة إن شاء الله. حد عنده أي سؤال أي استفسار؟ طيب يعطيكم العافية إن شاء الله، ونلتقينا الأسبوع القادم إذا ما فيش حد عنده أي استفسار أو أي ملاحظة. إذا في شيء ثاني ممكن من خلال الاستفسارات أو من خلال المنتديات. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.